طيب السلام عليكم غادة المصري صحفية وإذاعية أيضا. ما نراها اليوم من أحداث عربية، يعني لا نعلم من هو أو ما وراء هذا الذي يحدث، ولكن وجهة نظري هي أن إسرائيل هي التي تفتعل لتبرر قتل وتدمير وحرق لقلوب الشعوب العربية والشعوب المصرية والفلسطينية. ما نراها ما رأيناها أمس من استشهاد لجنود مصريين كان صعب للغاية على كل المصريين وعلى كل الأمة العربية أيضا، ولتبريرهم قتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا صعب أيضا. نريد من المجلس العسكري والمشير طنطاوي أن يأخذ حذره جيدا وأن يبدأ بالتحركات السريعة لوقف هذا الشعب وهذه الحكومة الإسرائيلية الصهيونية، ونحن سنرددها جيل ورا جيل لا نعترف بإسرائيل. أيضا نحن اليوم هنا في أمام السفارة الإسرائيلية في الجيزة لنستنكر ما حدث أمس وغدا على في فلسطين وعلى الحدود المصرية. شكرا لحضرتك.